بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. صحة القلب في التنس الأرضي، إزاي قلبك يبقى قوي جدا أثناء لعبة التنس الأرضي؟ بتعتمد هذه الرياضة على الجري، والجري بسرعة وفي تسديد الكرة، مما يعمل على تقوية عضلة القلب. يعني الواحد يجري شمال ويجري يمين ويحسن وظائف القلب الحيوية. إذا نقدر نقول إن صحة القلب في التنس الأرضي بتعتمد في هذه الرياضة على الجري والسرعة والتسديد، مما يعمل على تقوية عضلة القلب ويحسن وظائف القلب الحيوية. شكراً.